قعدنا جلسنا خلف الساتر الترابي الموجود عندنا في الضفة الغربية انتظارا للساعة 2:05. الساعة 2:05 مرت الطائرات من فوقنا بصوتها، الطائرات الحربية بصوتها الجبار المعروف عنها. هذه اللحظة بعثت في الجميع روح أخرى، الناس كلها صاحت في نفس واحد، الله أكبر. هذا لم يكن توجيها من أحد، ولكن هي سلوك شخصي يعبر عن السعادة ببدء عملية العبور. ثم نزلنا إلى القوارب وانطلقنا إلى الضفة الشرقية للقناة. كانت لحظات سعيدة بعد 50 سنة الواحد ما زال بيتذكرها بكل فخر.